قالوا هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد والشاطر يعطينا الحل حكاية فيها عبرة حكمة مثل معلومة وبها يا نور العفو عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد تعالوا هلموا إلينا انضموا عمو يزيد إذن يا أطفال رايحين اليوم نكتشفوا المزرعة التربوية مزرعة تربوية فيها عدة ورشات هذه سي اون فيرم بيداغوجيك يعني الطفل لما يجي لهنا يكتشف بعض الورشات ويعرف يتعرف على الحيوانات يتعرف على كيفاش يغرسوا واش هو الأشياء اللي نديروهم في المزرعة تحبوا المزرعة تحبوا الطبيعة إذا نروحوا نكتشفوا هذه المزرعة الجميلة 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 يلا معي مساء الخير عليكم اليوم رانا في المزرعه انا في المزرعه التربويه كما راكم تشوفوا مع هاد الاطفال الشابين هادو الهايلين اللي جاونا باش يفرحوا معنا في هذا اليوم هذا في هذه المزرعه التربويه عجبكم الحال يا اطفال نعم اذا اليوم رانا بدينا بهذا لاتولي الاولاني راكم تشوفوا في العواد تحبوا العواد نعم يا اخي تحبوا الحيوانات نعم برافو اذا الرفق بالحيوانات بالحيوانات يا أطفال مهم جدا جدا إذن اليوم راح نقضيو هذا اليوم هذا في هذه المزرعة الجميلة كما راكم تشوفوا شكون يقدر يعطينا للحصان هذا ياكل شكون ما يخافش هاي أعطي له أعطي له أعطي له بالواحد يلا هاي هاي أعطي له برافو برافو أعطي للشابة هذه ثاني أعطي لها برافو أعطي للشباب هذا ثاني أعطي لهم كامل شوية شوية برافو 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 هيا برافو هيا طلع 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 بلي يا أطفال على بالكم بلي الحصان هو صديق الإنسان منذ القدم هو اللي كانوا يتنقلوا عليه كانوا يجر العربات كانوا يحرطوا به كانوا يا أخي هو صديق الإنسان لازم نتهلاو فيه والرفق بالحيوانات أوكي يا أطفال يلا نكملوا زيارة أنا السلام عليكم يا ماما يا ماما راكم شاطرين ولا لا لا شاطرين بزاف ولا شويه صحه قولوا لي اصدقائي الاطفال شكون حاب يشوف مفاجات اليوم وشكون حاب يدي هدايا تري بيان قولوا لي شكون حاب يشوف عمو يزيد صحه عمو يزيد قال لي لازم الاطفال يكونوا شاطرين 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 باش عمو يزيد راح يقدم لكم ايضا هدايا شكون حاب يدي هديه صحه عندي لكم واحد اللعبه لازم كامل اصدقائي الاطفال نلعبوا مع بعض طلعوا يديكم كامل في السماء كامل كامل معايا وتبعوا الحركات تاوي اوكي يلا كامل طلعوا يدينا السماء راح نديروا الحركات التسخينيه كم مع بعض Thank you.
اعطوني تصفيقة كبيرة 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 عليكم. تصفيقة حرة حرة حرة. مازال ما سمعتوا له تصفيقة حرة حرة. يا ماما يا ماما عليكم. راكم حابين تشوفوا عمو يزيد؟ ما سمعتوا له؟ حابين تشوفوا عمو يزيد؟ ملك كامل مع بعض بصوت عالي، عمو يزيد، عمو شكرا 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 شكرا. مساء الخير. وش راكم؟ اذا عمو يزيد يرحب بكم اليوم في هذا المزرعه التربويه، هذا لافيرم بيداغوجيك. عجبكم الحال في المدرسه في المزرعه؟ اذا يا اطفال، زيارتنا للمزرعة هذه ماهيش فورتويت، هذه الزيارة عندها معنى وعندها مغزى. حب الطبيعة، على بالكم بلي الإنسان علاقته بالطبيعة والحيوانات علاقة وطيدة. على بالكم بلي الإنسان يأكل من الطبيعة، الطبيعة هي اللي تعطيك الأكسجين، هي اللي تعطيك الثمار. إذن واش تعطينا؟ اللحم تاني، الحيوانات بالطبيعة. ماذا؟ وراء الميكرو بينجو. شوف الشاطرين هادو واش حبوا يقولوا عمو يزيد. خضر وفواكه. برافو، الطبيعة تعطينا الخضر والفواكه. شوف الشاطرة هادي واش حبت تقول تاني؟ تعالي بنتي قولي لنا، قولي لنا يلا. ما اسمك؟ فرح. واش حبيتي تقولينا؟ واش تعطينا؟ الفواكه. الفواكه. إذن الطبيعة، الطبيعة يا أطفال، الطبيعة. شوف الشطرة هذه واش حبيت تقول؟ قولي لنا بنتي. واسمك؟ هبة. هبة، الله يبارك. قولي لنا بنتي. الطبيعة تعطينا المأوى. المأوى، يعني الخشب وكامل اللي بنوا به الديار وكامل. برافو برافو برافو، عندك تفكير جيد جيد. شكون اللي حاب يقول؟ شوف الشاطره هذيك الصغيره هذيك واش حاب تقول؟ واسمك بنتي؟ مروه. مروه، قولي لنا. الاكسجين. الاكسجين من الاشجار النباتات. برافو. اذا يا اطفال، انا حبيت نطرح سؤال قبل ما نبدا اليوم. نحب كامل الطبيعه يا اخي، باش الطبيعه تاعنا تكون مرتاحه علينا بحمايه. بينجو بينجو، شوف معهم. حماية حماية. عطيني الشطرة. واسمك؟ سناء. واسمك؟ سناء. سناء، حماية البيئة. برافو، البيئة. شكون اللي يقدر يقول لي؟ نعطي له هدية جميلة مهداة من عند راعي البرنامج رامي. شكون اللي يقدر يقول لي وقتاش اليوم العالمي للبيئة؟ تعرفوه كامل؟ أنا عم بالي غير أننا نعرفه. شاطرين. اليوم العالمي للبيئة، تعرفي؟ تعرفيش؟ كل يعرف.
واسمك؟ زكريا. زكريا، وقتاش اليوم العالمي للبيئة؟ 21 مارس. لا لا، هذاك عيد الشجرة. هذاك عيد الشجرة، يلا. شوف الشطرة هذيك وروح شوف هاد الشطار اللي راه هنا. واسمك بنتي؟ لينا. قولي لنا وقتاش اليوم العالمي؟ 6 مارس. لا لا. تعال 6 مارس ما كان حتى حفلة. شوف الشطرة هذه، واسمك بنتي؟ هاجر. هاجر، وقتاش؟ 5 جوان. 5 واش؟ 5 جوان. سير، ماشي جويليا. لا. جوان. تعالي. هيا روحي، برافو برافو، تصفيقة تصفيقة تصفيقة. تصفيقة عليها. إذا يا أطفال يوم 5 جوان هو اليوم العالمي للبيئة. تعالي بنتي. أروحي الشطرة. إذا بنتي بما أنك شاطرة لهذه الدرجة هذه، شاطرة بزاف بزاف، رامي راعي برنامج مع عمو يزيد حصة ولادنا تحت جناحنا، وكذلك عمو يزيد شو يهديك هاد الهدية هذه، إن شاء الله تستفادي بها. يا أخي واش تقول لهم الأطفال؟ شكرا. تقول لهم يقراوا مليح؟ نعم. لازم يديروا الواجبات؟ نعم. تحبوا ديروا الواجبات تاعكم؟ شكون يحب المدرسة يرفد يدو؟ اوكي هبطوا يديكم. شكون اللي يحب العطله يرفد يدو؟ برافو بنتي، برافو 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 برافو. أطفال عندي سؤال لكم، مين يجينا البيض؟ مين؟
مدجاج 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 مدجاج. إذن هذا خم الدجاج البولايي، تشوفوا فيه كاع أنواع الدجاج والديك الرومي وكامل. شوفوا حتى الدجاج عبركم كاين نوعين من الدجاج، كاين الدجاج اللي يربى يمشي في المزرعة وكامل، والدجاج هذا اللي يتربى برا هكذا وكامل ويمشي هو اللي يكون صحي. إذن الدجاجة هي اللي تعطينا البيض يا أخي، وكاين كذلك الديك الرومي وكامل. تحبوا الحيوانات يا أخي؟ برافو برافو برافو. إذن من خم الدجاج نروحوا دركا للمفاجأة الكبرى. يلا كامل يلا نروح. هيا يا أطفال هيا نمتعكم بحصتنا من سحر وتهريج ودوما تسلينا، طوبي كتكت وكوكو والكل يرافقنا. يا أطفال شحال كاين من فصل في السنة؟ سهلة بينغو. شوف الشطرة هذه، شحال كاين من فصل؟ أربعة فصول. أربعة فصول، شكون يقول لي واش هما؟ شوف الشطرة هذه. الفصول هي الصيف الشتاء الخريف الربيع. هل بديتي بالصيف؟ تحبي الصيف ها؟ برافو برافو، شاطرة شاطرة بنتي شاطرة. وشن؟ قولهم لك مرتبين. قوليهم لي مرتبين. الخريف الشتاء الربيع والصيف. برافو 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 برافو. عبالكم علاش؟ عمو يزيد لكم أغنية نقول فيها هي الفصول الأربعة جميلة منوعة. تغنوا معايا؟ إذا كامل هي الفصول الأربعة. يلا. كامل لا؟ هي الفصول الأربعة جميلة منوعة، عبر شهور السنة مواسم موزعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة، عبر شهور السنة مواسم موزعة. فصل الشتاء بارد فيه ثلوج ناصعة، رياحه قوية رعوده مروعة. أما الربيع الأخضر فساتن ممتعة، يراقص نسيمه ورد الحقول الشاسعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة، عبر شهور السنة مواسم موزعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة، عبر شهور السنة مواسم موزعة. لون الخريف شاحد أوراقه مقطعة، تناثرت بهبات تحت الأشجار النابعة. والصيف بالحرارة شمس السماء صابعة، فصل نحب بحره له نعد الأمتعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة، عبر شهور السنة مواسم موزعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة، عبر شهور السنة مواسم موزعة. الله
الله هو الخالق والكون ليس مضيعا. هل تفهم أحبتي كل الفصول نافعة؟ الله هو الخالق والكون ليس مضيعا. هل تفهم أحبتي كل الفصول نافعة؟ هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موسعة. هي الفصول الأربعة جميلة منوعة عبر شهور السنة مواسم موسعة. شكرا 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 شكرا. والله حصة تاع مو يزيد هي جد رائعة بالنسبة للأطفال اللي يحبوها كثير، وهما اللي ألحوا عليا وأصروا باش نجيبهم لهنا يشوفوا عمو يزيد عن قرب. وبالمناسبة نشكر عمو يزيد كثير اللي ما قصر حتى جهد باش يرسم البسمة في وجه الأطفال وفي المزرعة هنا اللي كان عرفهم بالحيوانات عن قرب، الحيوانات التي الأليفة التي يحبها الأطفال كثيرا. ومشكور جدو عمو يزيد عن هذه المبادرة. حصة هايلة نشكركم عليها، ودراري بزاف فرحانين ويعطيكم الصحة. يعطيك الصحة بينجو. والله غير بيان الحمد لله، كل حاجة بيان، جلست بيان، شافوا الحيوانات والحمد لله كل حاجه راهي جوز بيان. رساله لعمو يزيد ومام الشانتور ولا واحد اخرين لي يفو بونسي شويه لي زونفون، لازم كلمات وتلحين سورتو سورتو بور لي زونفون، حاجه اللي تثقيفيه ويخليوهم يعلموا لهم يعني اترافير لي شانسون ولا سي يديوهم شويه من بعيد. يعني تكون خاصة تربوية. خاصة تربوية هذه هي. قولوا يتهلانا في لي زونفون، هذاك هو الصح. حنا البليزير تاعنا كي يتهلا في لي زونفون. لي زونفون كي يروحوا فرحانين ويضحكوا، هذاك هو الصح، هذا هو البليزير تاعنا حنايا. حنا جينا باش نفرحوا الدراري وعمو يزيد نعرفوه معروف على كل حال. الحمد لله يفرح لي زونفون بزاف. عجبني بزاف الحال، سي لا بروميير فوا نجيب ولادي، دايوغ يزون ادوري لي زانيمو، شافوا دي زانيمو، داروا لهم اون بتيت تورني. Ça fait plaisir.